سيأخذ يعني وقته ليدلي بدلوه في الميدان الذي يخصه، الميدان الذي يعني رأينا أنه أحق بالكلام فيه. سأعطي الكلمة إلى السيدة يعني حنان السبتي التي ستسير هذه الندوة، وشكرا للجميع، شكرا جزيلا للحضور الكريم، وشكرا على تشجيعاتكم، حضوركم وتشجيع نهاد للوة هذه، نهاد التشريع هذا، تشجيع الدولة المغربية، تشجيع الوكالة الوطنية، وتشجيع لهذه الجهة، وتشجيع المرصد ديالنا، وشكرا جزيلا. يعني هذا الحديث عن موضوع القنا الهندي لا يأتي من فراغ، وإنما هو يعني آت من هذه التحولات التي حصلت على مستوى المغرب، وربما نحن يجب أن نؤكد لازلنا في البداية ولم نصل إلى أماكن متقدمة، لازلنا نخطو خطوات يعني محتشمة في هذا الباب، حتى أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب إمكانيات هائلة. وبالتالي أطرح سؤال، هل المغرب يتوفر كل هذه الإمكانيات الهائلة للاستثمار في كل المجالات المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنا الهندي؟ وهو لا ننسى أن المغرب كان توجه له أصابع الاتهام في موضوع المخدرات، وربما الجيل الذي عاش فترة الثمانينات التسعينات إلى نهاية الألفية أنه كانت هناك الكثير من القضايا وكثير من المقالات والمجلات التي كانت تتحدث عن تورط المغرب في قضية المخدرات، مثل الكثير من الدول من أمريكا اللاتينية وأيضا في آسيا منها أفغانستان، أن هذه المادة هي تخبئ وراءها الكثير مما هو سياسي، حتى وصلنا إلى ما هو إرهابي. كما كنعرفوا الدولة حاليا استطعت في الفترة الوجيزة ما بعد التقنين ديال القنب الهندي والتشريع ديالو، فاستطعت عبر واحد الطلبات ديال اللي كتجاوز واحد 1063 طلب ديال الترخيص. ف يعني الوكالة الوطنية بعد دراسة وتمحيص لهاد الملفات هادي عطات تراخيص لأكثر من 613 ملف اللي أشرت عليه وعطاتهم الرخص. طبعا هاد 613 ترخيص فهي كتهم بالأساس وأكثر من 417 ترخيص اللي كيهم الزراعة والإنتاج، وأكثر من 172 ترخيص اللي كيهم الجوانب الأخرى من تحويل ومن تسويق ومن يعني استيراد بودور وشتائل، من تصدير كذلك الشتائل، إنتاج المشاتيل، تحويل يعني المواد التكميلية الغذائية، التحويل إلى مواد صيدلانية تجميلية إلى آخره. فالمجموعات 613 يعني اللي قلنا ديال التراخيص الحاليه مازال يعني اكثر يعني هي 1063، لكن مازال كلها في اطار التمحيص واطار الدراسه. يعني حصه الاسد تعطات لي اكثر من 413 ترخيص، تعطات من الزراعه والانتاج، والباقي يعني 172 تعطات من باقي الحلقات كما قلنا، تسويق، تصدير، تسيرات الى اخره. المدن طبعا حنا المناطق اللي هي كتهمها التراخيص هي المناطق ديال الحسيمه، المناطق ديال تاونات وتشاون، يعني المناطق اللي حاليا اللي كتفوت واحد 277 هكتار اللي هي حاليا اوتوريزي باش تنتج هذا القنب الهندي، يعني 277 هكتار تقريبا يعني كل هكتار راه كيعطينا واحد من 10 حتى 27 طن يعني في الهكتار، يعني قنطر في الهكتار الواحد. أشارك اليوم في هذا اللقاء العلمي الذي ينظمه المرصد الجهوي الاستشاري للاستثمار في القنب الهندي بجهة طنجة والحسيمة، كمبادرة للمشاركة في النقاش العمومي المفتوح اليوم حول موضوع الاستثمار في القنب الهندي واستعمالته المختلفة، خاصة الجانب المشروع فيها الذي ينظمه القانون، خاصة وأن المغرب اختار تحول جديد، هذا التحول الذي يرتبط في استثمار كل المقدرات الطبيعية في هذا البلد وتأطيرها قانونيا واستثمارها من ناحية اقتصادية وتجارية لما فيه المنفعة للبلد، وأيضا لتطوير المؤهلات الداخلية في السوق العالمية. المرصد قام بهذه المبادرة مشكورا، وهي مبادرة ناجحة
لكي نتجاوز المسكوت عنه ونتجاوز الطابو إلى فتح نقاش جدي حول هذه الظاهرة، ليس فقط من الناحية الشرعية فيما يتعلق بالاستعمال الشعبي للقنب الهندي، وإنما الاستعمالات المختلفة والتي أبانت الأبحاث العلمية أن هناك مجالات متعددة وكثيرة يمكن الاستثمار فيها في الجوانب المتعلقة بالقنب الهندي، منها الطب والصيدلة والتجميل وعلوم الصحة. يعني أن عندما نتحدث عن العشبة المفطرة أو المخدرة، هذه عشبة عرفت في التراث التشريعي القديم، ونحن عندما نتحدث عن العشبة يسبقنا واحد نوع من التخيل والهوس، واحد نوع من التضليل في الفهم. ما هو؟ عندما نتحدث عن الخمر نفكر في الشرب، وعندما نتحدث عن القنب الهندي نفكر في المزاج وفي الترويح وفي يعني كتعاطي، لكن لا نفكر، لا نأخذ جوانب أخرى التي هي مهمة في تنقيح المناط. المشكل الذي وجدته عند في خلال الأسبوع في البحث في هذه المسألة بعد استئذان الدكتور، لقيت مشكل لم أجد فتوى تتناول التعامل مع جزئيات وأوصاف التي قال عنها من علماء الأصول وفقهاء التنقيح أن لا بد من بحث عن الوصف الذي ممكن أن نؤسس عليه الحكم الشرعي. نجد التحريم المطلق. موضوع الجانب الشرعي للاستفادة أو التداوي بمستخلصات المختبرية والصيدلانية من القنب الهندي طبعا. هنا طبعا أي مادة مخدرة محرمة بصفة عامة، لكن كتبقى الضرورة تبيح المحظورات، لأن هناك المنطقة الشمالية أو المغرب يعني كان تاريخ كما تفضلتم بمتابعة من طرف الدكاترة المختصين أن تاريخ إنتاج القنب الهندي يعني ظرف القدم. إذن هذا شعبة تعتبر شعبة وطنية، لكن تقنينها هو الذي سيسمح بالحديث عن المشروعية والشرعية. إذن بما أن المسألة تقننت وأن يعني ترسانة قانونية هي التي ترعى هذه العشبة، وأن الضرورة الوطنية والضرورة كذلك الاستشفائية تقتضي ذلك، فلا حرج من نقول بأن هذه الفكرة مقبولة ولا بد أن نشجعها، وأن لا بد من المجامع الفقهية أن تجتمع للبحث في المسألة. اليوم كنشارك بموضوع التشريع المغربي للقنب الهندي وعلاقته بالتنمية والتسمين الثروة، اللي منظمها المرصد الجهوي الاستشاري للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في مجال الصناعة والطب والصيدلة. كنشكرهم على اختيارهم لهذا الموضوع للدورة الهنية الوطنية والدولية، واللي أكيد لما صدر القانون الجديد 2020 على الصحة الوطنية خلق واحد المجموعة من النقاش، لأن السكان ديال هذوك المنطقة كانوا مازال ما عارفينش أن هذا التقنين سيعود بالنفع عليهم بدرجة كبيرة. عوض قبل لي كان الاقتصاد غير المهيكل، ويعني قبل كانوا الأشخاص دون غيرهم كيستفدون هذه المادة هذه. الآن هذا التقنين هذا وهاد الاستثمارات الأجنبية اللي غيجبد في هذه المجموعة من المجالات المهمة جدا غيساهم يعني في تحريك عجلة التنمية في المغرب وضخ رؤوس أموال جديدة وأجنبية في ميزانية الدولة، وبالتالي يعني تمويل مشاريع تنموية كبيرة اللي غتعود على النفع ماشي فقط على سكان المنطقة ولكن على المواطنين المغاربة كلهم بشكل كبير. من قبل كنا كنشوفوا ان هاد يعني الماده من قبل ما تكون مقننه كانت كتعطينا الاقتصاد غير مهيكل. احنا شفنا يعني السلبيات ديال هذا القطاع ديال الاقتصاد غير مهيكل، واللي بات بقوه في مرحله ديال كورونا، واللي بات يعني بشكل بشع وبات بشكل كبير، والدوله من الكورونا وهي تتخبط في معالجه يعني هذا المجال اللي تعتبره مجال